جاهز يا كابتن. نروح للسبوره؟ نروح للسبوره. يلا بينا ان شاء الله. شويه تسويق، تشويق واثاره. اوكي. عايزين اجابات سريعه. الزمالك الاقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم، نعم ام لا؟ لا. مين الاقرب؟ الاثنين زي بعض، الاخر محطه. ماشي، اللي بعده. ودي ميزه عشان الدوري حلو. موسيماني قادر على تخطي انجازات مانويل جوزيه؟ هو خلاص عمل 75% فيها. نعم، لانه مانويل جوزيه ما خدش 2 افريقيا في سنه واحده، موسيماني خد. ماشي، هو الحظ ساعده ان هي اتلعبت في سنه واحده. ماشي، ودوري وكاس فممكن يعدي. نعم، بس خد بالك هو جوزيه خد 2005 2006 في سنه واحده. لا يعني اخد سنتين ورا بعض. ورا بعض. انا بكلمك 2 في سنه واحده. ما 2 في سنه واحده ده عشان التوقيت بتاعها يعني. ما انا بقول لك هي حظه فيها حلو بس تتحسب له، ما هو ده ريكورد. ماشي خلاص اتفقنا. يبقى نعم. اللي بعده، كارتيرون سيقود الزمالك لتحقيق العديد من البطولات، نعم ام لا؟ لا. لا، مش مقتنع بيه ولا ايه القصه؟ معاه لعيبه كويسه بس هو الحركه اللي عملها وساب نادي الزمالك في عز ما كان نادي الزمالك عايزه، انا ما احبش الشخصيه دي. انا كنت بحبه جدا وهو في دجله ولما جه الاهلي وكان لما مع الزمالك، انما لما يعمل حركه كده في نادي مصري انا ما احبش الشخصيه دي. اللي بعده، محمد شريف مهاجم مصري الاول بدون منازع الان، نعم ام لا؟ طبعا نعم، وحذرت لعيبتي كتير منه وبرضه بيخطف ابن اللذينة. مهاجم مش تقليد يا كابتن. مش تقليد صحيح. لا. اللي بعده، هدف بواليا في الانتاج سيكون سبب بقائه في الفريق؟ ده مش سبب بقائه في الفريق، احتمال الجون ده اللي يوصل الاهلي مع الزمالك لان يفضلوا في منافسه الاخر. الجون ده الماتش ده بس ده ممكن يرجعه تاني بواليا. كانت تحس ان هو هيمشي يعني. لا لا لا، هو مش كواليتي الاهلي. ال 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 الجون بتاع بواليا انا بحسبه لعلي معلول، مش ليه ده الاوفر. دواء في الشفاء. يا نهار ابيض، ده الجون طلع ورجع وراح صلاح سالم ورجع الاوتوستراد وما لحقهاش. اوفر ابن لذينة علي معلول، اصل انا شفته في الملعب اوفراته فظيعه يعني. احسن اجنبي جه هو فرجاني ساسي بصراحه. اللي بعده، طب علي معلول ولا جيلبرتو؟ لا علي. علي؟ اه طبعا. ماشي، الاهلي يمتلك بديل جيلبرتو تقليدي. علي بعد الاصابه رجع زي ما هو، الله اكبر عليه ما شاء الله. الاهلي يمتلك بديل ديانج حر رحيله، نعم ام لا؟ ايوه، بدليل ان هو بيلعب بحمدي والسوليه وساعات ديانج بيقعد. نعم. اللي بعده، فرجاني ساسي اخطا في حق الزمالك وجماهيره ولا يوجد له بديل؟ يعني اقدر اقول نعم ولا، مش عارف ليه المره دي انا متعاطف معاه لان هو محترف. انما بالطريقه اللي سابها اقول اخطا، وان هو محترف وبيبص برضه ان هو عايز يشوف مستقبله اقول لا. فانا الحته مش فاهمها برضه. امشيها ايه؟ مش عارف. ماشي، يعني عديها بس انا كنت هاجمته كتير. ماشي، ولكن انا باصص تعاطفت مع فكره ان هو اجنبي وفي نفس الوقت انت متضايق من فكره ان هو يمشي بالطريقه دي. ماشي، كان ممكن يمشي بطريقه اشيك. اللي بعده، عدم حصول لاعبي المقاصة على مستحقاتهم سبب سوء الاداء، نعم ام لا؟ نعم. نعم. اللي بعده، يلا عشان نعرف ناخد اجابات سريعه من الكابتن عبد الجليل، نستغل الحاله دي، هشام محمد سيرحل على المقاصة بنهايه الموسم، نعم ام لا؟ لا. لا. اللي بعده، باسم مرسي يتمنى الانتقال للزمالك ولكن لم نتلقى اي عروض له، نعم ام لا؟ نعم، وكان في الزمالك فتره بس باسم، وانا بقولها على الهوا، باسم لو اهتم الست ماتشات الاخرين دي ممكن يرجع الزمالك. ماشي، بس لو داس على نفسه. رساله يا باسم اهي من الكابتن عبد الجليل، لو دست على نفسك هتروح. لانه هو اخر ماتشين ثلاثه مش مركز شويه. ماشي، اللي بعده، افضل لاعب في الدوري الموسم ده قفشه شريف بن شرقي. ها يعني بالارقام محمد شريف طبعا. هداف الدوري. اللي بعده، افضل اجنبي في الدوري ديانج معلول بن شرقي. معلول. ماشي، اللي بعده، انا بحب اشرف بن شرقي على فكره.
لاعب من المنتخب الاولمبي كان يستحق اللعب اساسيا قدام الارجنتين، امام عاشور، ناصر منسي، ابراهيم عادل. ولا واحد من الثلاثه. ولا واحد من الثلاثه. اللي بعده امام لعب الماتش الاولاني ما كانش كويس. ناصر منسي رجليه مش في الملعب. لاعب كان المنتخب الاول بحاجه اليه في الاولمبياد، شريف طارق حامد، عمرو السليه. حلو السؤال ده قوي. ده مين اللي حطه؟ الاعداد. ماشي يا عم اعداد. والله انا شايف هو احمد ياسر ريان ما قصرش لان ما وصلتلوش حاجه يا كابتن. شايف طارق حامد. طارق حامد لان هو استفاد بالشناوي واستفاد بالونش وحجازي. والونش وحجازي الطريقه الدفاعيه 10-10، بس هو برده كان محتاج طارق حامد. ماشي اللي بعده. الافضل في الثلاثي ده موسيماني، باتشيكو، كارتيرون، مين فيهم؟ بالارقام موسيماني طبعا. موسيماني. طبعا. اللي بعده. الاقرب للرحيل عن الاهلي نهايه الموسم مروان محسن، كهربا، بواليا. ثلاثة. الثلاثه. الثلاثه رحلوا على الاهلي؟ ماشي. انا بحب كهربا قوي. ماشي. بس فرصتهم ضعيفه الثلاثه. الاقرب للرحيل عن الزمالك، مروان حمدي، رؤى، حمزه المسلوسي. الثلاثه برضه. الثلاثه برضه. ارجع لكم المقص مروان حمدي. لو الكتمنص جه. لو الكتمنص جه. لكن مفيش كتمنص لغايه دلوقتي لسه كابتن ابراهيم. يرزق يا رب الكتمنص. اللهم صل على النبي. بس بصراحه يعني النائب وليد وليد الله يبارك له والحاج احمد وليد بيحاولوا. حافظين على الدنيا. بيحاولوا يعني عارف. حاولوا حافظين على الكيان. اكتر مركز محتاج الاهلي لتدعيمه الموسم اللي جاي حراسه المرمى، الاجنحه، المهاجم. حراسه المرمى. حراسه المرمى. حراسه المرمى طبعا. الشناوي ما لعبش. علي لطفي جون كويس. ماشي. النهارده والماتش اللي فات انا حاسس ان في جون من الجونين النهارده، بس انت تقول لي يا الاولاني يا الثاني. لا انا ما اقولكش، انت الكابتن عبد الجليل. انا هو انا حارس مرمى؟ لا بس انت نجم مصر. لما مصطفى البدري عدى من بدر بنون الانفراد في الجون الثاني. يعني كان ممكن يقفل اكتر من كده زي ما الشناوي بيعمل. الشناوي بيطلع سادد بصدره بقى برجله. حسيت ان هو طلع برجل كده سنه ويعني فتح له السكه. ماشي الكلام. اللي جاي اخر سؤال. وبرده الجون الاولاني برده متشطه في الزحمه، بس هي متشطه جامد يعني، بس هو في زاويته. ماشي. اخر سؤال. معلش يا علي انا بحبك بس الاهلي محتاج جون. اكتر مركز محتاجه الزمالك لتدعيمه الموسم اللي جاي، الظهير الايمن، الجناح، المهاجم، او اي مركز تاني من وجهه نظرك؟ لا المهاجم. المهاجم. المهاجم لان الجزيرة لوحده مش هيسد. مش هيكفي. يا كابتن عبد الجليل كالعاده ممتع وكلامك دايما من القلب ودايما بستمتع بحضرتك وشرف لينا ان حضرتك تكون موجود معانا النهارده. ده شرف ليا يا كابتن ابراهيم وانا مبسوط لان انا قلت لك انت متشاف. ربنا يبارك لي في عمرك. شكرا. ما تكرمش منك يا كابتن عبد الجليل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده مع نجم مصر المدير الفني الحالي لمصر المقاصه كابتن محمد عبد الجليل. بشكر حضرتكم شكرا جزيلا. بشكر فريق العمل بقى كامل. نشوفكم بكره ان شاء الله باذن الله في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.